هناك العديد من القضايا والمشاكل المرصة بطبيعة العزوف، العزوف الشبابي والنسائي للانتخابات. كاين مجموعة ديال القضايا ومجموعة ديال المواضيع المؤثرة في هذا المجال، منها اولا غياب التأطير، عزج واحد المجموعة ديال الاحزاب السياسية عن تأطير الفئات الواسعة والعريضة من الشباب وهذا والنساء، وهذا تينعكس سلبا على المشاركة الشبابية والمشاركة عموما في الانتخابات. كذلك بالنسبة للبرامج المطروحة من طرف بعض الأحزاب السياسية اللي ما تتلبيش وما تتمشاش مع الرغبات العديد من المواطنين وعديد من الفئات، سواء على مستوى التشغيل، على مستوى التعليم، على مستوى الصحة، إلى غير ذلك من القضايا اللي هي أساسية واللي هي تتكون من اهتمامات الفئة أوسع الفئات ديال المواطنين. هذا جانب. الجانب الأساسي كذلك هو اللي تيدخل في إطار التأطير ديال الشباب، سواء على مستوى الشبيبات وعلى مستوى العروض الثقافية والعروض التأطيرية والتكوينية اللي تطلع بها الأحزاب السياسية، ما تتكونش تتلبي الرغبات ديال الشباب. هذا جانب. كذلك هنا المكوت سنوات وسنفات المسؤولين في المناصب واحتكارهم المناصب المسؤوليات يجعل الشباب بأنه تبقى على الهامش وبأنه ما تلقاش المتنفس وما تلقى شيء، ما تحققش الطموحات دياله بحكم بأن هناك تأبيد الجلوس على الكرسي في مجموعة من الأحزاب السياسية، وهذا هو اللي تيضر الديمقراطية ديالنا في البلاد. فهناك خاص تغيير ديال المسؤوليات، خاص تحمل المسؤولية ديال الشباب وفتح المجال للشباب في تحمل المسؤولية وأعطائهم الفرصة للتعبير عن آرائهم. العمل السياسي وتكوين السياسة أخلاق، السياسة ممارسة لخدمة المجتمع وشعب اللي يكون واعي ويكون مسياس يمكن ينهض ويمكن يتقدم. نشوف الآن لاحظ مجموعة ديال الأحزاب في دول غربية كيفاش يمكن تأثر وكيفاش يمكن العروض ديالها تستقطب أعداد كبيرة من الشباب. هذا اللقاء يكون دارج في إطار مشروع تعزيز المشاركة المدنية والسياسية للنساء والشباب، وكيهدف بالأساس إلى مرافقة ومواكبة فئات ديال الشباب والنساء في الاستحقاقات المقبلة عبر يعني تكوينهم ويعني ومواكبتهم في مجموعة الانخراط في مجموعة من 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 الأمور اللي تتهم مسائل الشأن العام. بالنسبة لنا كفضاء جمعوي هو فضاء يعني كيعمل على مؤسسة الديمقراطية التشاركية والترافع على جل القضايا اللي تتهم الشأن العام. والفضاء الجمعوي هو فضاء مكون من 9 جمعيات اللي تتشغل داخل التراب ديال جماعة مكناس، واللي كتهم بالأساس واللي كترافع بالأساس على الأمور اللي تتهم الشأن العام، ومسألة اللي كتهم بالأساس المواكبة والمرافقة ديال الفئات الشبابية والنسائية وحتى الجمعيات المجتمع المدني. بالنسبة للضعف المشاركة الشبابية والنسائية في الاستحقاقات ترجع بالأساس أولا لعدم التأطير داخل المؤسسات الحزبية وداخل المجتمع المدني. هذا من بين الأمور الأساسية واللي دائما حنا تناديو بها وتنترافعوا عليها، هي ان الادماج ديال الفئات الشبابيه اللي هو كيتسمى يعني مستقبل ديال اي مجتمع وتطوره هو الفئات الشبابيه، وهذا ما كيركز عليه دائما الفضاء في انتقاء ديال البرامج ديالو، هو انه تيقيس مجموعه ديال المشاكل اللي تتهم قضايا الشأن العام. يعني مساله ديال العزوف ومساله ديال المشاركه هي مساله اللي دائما تناديو بها، وفي هذا الصدد جاء هذا المشروع من اجل تحفيز وتشجيع المشاركه الشبابيه والنسائيه تصويتا وترشيحا. راه ماشي غير كمشاركه، هي انواع، ولا بد اننا نركزوا على مفهوم ديال المشاركه والاشراك اللي هما اساسيين داخل اي منظومه سياسيه او مدنيه. بالنسبه لتعزيز المشاركه ديال الشباب في المؤسسات السياسيه او في السياسه بصفه عامه، كنلاحظوا بان فعلا هناك عزوف. العزوف لم ياتي من فراغ، العزوف طبعا جاء من يعني من قعر ديال المؤسسات الحزبيه اللي ما وفراتش الظروف يعني التكوينيه والتاطيريه لهاد الشباب باش انهم يكونوا مقبلين على العمل السياسي. هذا من جهه. من جهه اخرى بالنسبه للاحزاب كمؤسسات اللي هي حزبيه وفاعله في المجتمع وكتشارك في المسار الديمقراطي ديال بلدنا المغرب الحبيب،
كنشوفوها بانها ما كتنوعش في الاستراتيجيات ديالها وما كتعطيش واحد البرامج اللي هي متنوعه او خطط اللي هي يعني فعاله بالنسبه اللي كتواكب التطور ديال المسار الديمقراطي في البلاد. هذه من جهه اخرى. وما نساوش ايضا الدور ديال الفاعل المدني اللي يعني الحمد لله ما نساوش بان هناك بعض الجمعيات في المجتمع المدني اللي كتقوم بالدور ديالها الاساسي في تكوين وتاطير الشباب في المجال اللي هو سياسي لا بالنسبه يعني للذكور ولا اناث وايضا المشاركه السياسيه للنساء. هو حقيقه ان الهوة كاينه كبيره ما بين هاد الفئات ما بين الفئات ديال النخب اللي هي قديمه او قيدومين في الاحزاب كما قلتي كنلاحظوا نفس الوجوه اللي هي كتتكرر من مرحله يعني الى اخرى ونظرا ربما هو التشبث بالمناصب وبالكراسي ما تيخليش هذيك العقليه اللي كتكون منغلقه اننا نعطيو واحد الفرص اخرى لكفاءات اللي هي شبابيه والحمد لله المغرب يعني يزخر بها بكثير لا في الرجال ولا في النساء. يعني ذاك الحب ديال التملك في المناصب وفي الكراسي تيخلي ذاك الحاجز او يحول دون اعطاء الفرصه لهذه الفئه ديال الشباب رغم ان القوانين الان انها تغيرت فعلا ويعني باش تخدم المصلحة ديال 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 المسار الانتخابي في المغرب لا بالنسبة للتمثيلية ديال الشباب ولا للنساء وأيضا للأحزاب أيضا يعني في التمثيلية ديالهم في يعني في الحكومة. الدينامية أي مجتمع تتبدأ من الشباب والنساء ومنين تتقل هاد يعني هاد الدينامية وتتنقص يعني تدريجيا أن أوتوماتيكيا أن الشباب تيعزفوا تتقاش عندهم هذيك الثقة. وحنا كفضاء جمعوي للتنمية التشاركية نسعى من خلال دورات تكوينية إلى تأطير الشباب وتوجيههم في هذا الإطار هذا من أجل المشاركة مكثفة في العملية السياسية لأن البلاد ديالنا بلا شباب ديالها ما يمكنش أنها تزيد لقدام. وكما لاحظنا جميع الخطاب ديال سيدنا الله ينصرو تتحث هذه المسألة على أنه تشجيع الشباب يعني في العملية السياسية فتح آفاق تشغيل الشباب يعني فتح ورشات للشباب من أجل إدماجهم في المجتمع لأن مجموعة الشباب عندهم يعني عندهم مؤهلات كبيرة وعندهم مواهب خص غير اللي يفتح لهم الباب ويساعدهم ويدعمهم معنويا وماديا لإبراز هذه المواهب هذه.